لأن سبب الفساد أعظم سبب للفساد هو الشرك. ودي أعراض. الزول بيكون عنده حمى واستفراغ وصداع ولفة راس، هذه أعراض. ما هو السبب؟ الغلاء وذهاب البركة وشدة المؤونة وغلاء الأسعار، دي كلها مظاهر وأعراض. ما هو المرض؟ المرض الشرك. ربنا قال ولقد أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا العذاب إنا لمؤمنون، فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ربنا قال في نهاية الآيات فلما آسفونا انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك يا أخواننا الشرك ده أعظم سبب للفساد. والشرك إن يا أخواننا حاجة حقت ربنا تديها لمخلوق. المخلوق ده لو كان صالح، لو كان نبي، لو كان ولي، لو كان ملك، تدعو غير الله، تنادي لك شيخ ولا قبة ولا فكي ولا تدعو نبي ولا تدعو الأئمة الأربعة أو الصحابة، هذا من الشرك والكفر بالله، عرفته؟ وده يسمى شرك العبادة. أو زول يقوم يعتقد إن غير الله بيخلق، أو غير الله بينزل المطر، أو غير الله بيدي الجنة، أو غير الله بيصرف في الكون، أو غير الله بيجر الشمس، أو غير الله بيشرب البحر، أو غير الله بيقلب التمساح حجر، أو غير من العقائد التي لم يعتقدها حتى المشركون، وده اسمه شرك في الربوبية. وإما أن يكون نفيا لما أثبته الله لنفسه، أو إثباتا لما نفاه، أو تمثيلا أو تكييفا أو تحريفا أو تعطيلا، ده في الأسماء والصفات. أو أن يكون إنكارا للخالق، وده اسمه شرك التعطيل. فالشرك ده سبب الفساد. ولذلك لما دعا شعيب قومه إلى الإصلاح ودعاهم للتوحيد قالوا يا شعيب، لأنه قدم لهم دعوة وفهموها، أها بعرضوها بشنو؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. شوف قالوا له شنو؟ أصلاتك عبادتك دي تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، نتصرف في مالنا زي ما دايرين، دي الجماعة جايينهم. والقبليهم أن نترك ما يعبد آباؤنا، ودي الجماعة برضو جايينهم. وده يا أخواننا حاصل في السودان راجل، دعاء غير الله، الاستغاثة بالأموات والطواف بالقبب والتبرك بها ودعاء أصحابها واعتقاد فيهم ما لا يعتقد إلا في الله، ده كلام كثير وموجود بالكوم الردو.